بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. ما زلنا مع حضراتكم في رحاب التفسير الموضوعي لقول الله تعالى وكذب موسى، وده في إطار التفسير الموضوعي لسورة الحج، وبنقوم باستحضار مشاهد قصة سيدنا موسى عليه السلام من القرآن الكريم كله لبيان كيف كذب موسى عليه السلام فيما أرسل به من عند ربه سبحانه وتعالى. وها نحن نعود إلى مشهد لقاء موسى وهارون بفرعون في قصره لإخباره بما أرسلهما الله تعالى به. فلما أن أبلغاه كما قص علينا القرآن الكريم إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فقال لهما فرعون وهو بيتصنع الاستماع ويتصنع الهدوء ويتصنع أنه هو يعني يتمالك أعصابه، قال فمن ربكما يا موسى؟ سألهم فمن ربكما يا موسى؟ فرد عليه سيدنا موسى وقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء وهادي كل شيء. خلق سبحانه وتعالى الإنسان وهداه إلى وظيفته في هذه الحياة الدنيا، ومنحه العقل يتفكر به والوحي عن طريق الأنبياء ليستقيم عليه في دنياه، وخلق سبحانه وتعالى الأحياء الأخرى من حيوان ونبات وسخرها للإنسان وألهمها جميعا
كيف يكون عيشها؟ فالله تعالى خلق جميع الأشياء وألهم كل مخلوق أداء وظيفته في الحياة، وجعل لجميع المخلوقات قوانين حركتها وبقائها وحياتها وموتها. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني هدى الجميع إلى ما خلقوا من أجله، ووضع القوانين الكونية اللي هي بتحكم كل ده بقدرته وتيسيره جل جلال الله تعالى. يعني سيدنا موسى عايز يقوله إن كل مخلوق في الكون ربنا سبحانه وتعالى خلقه وأمده بأسباب البقاء وألهمه بكيف يعيش وكيف تكون طريقة حياة المخلوق. يعني مثلا ما شفتش النمل مثلا بيسأل الإنسان إزاي إن هو يجمع الأكل بتاعه، ولا إزاي هو يرجع لبيته، ولا إزاي هو حيلاقي رزقه. الإنسان بس هو الذي يبكي والذي يحمل هم الرزق، إنما الطير تطلع الصبح خماصا وتروح بطانا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، هي عارفة طريقة، مذكرة مسبحة تعلم طريقها كل يوم، تخرج وتسعى في ملكوت الله تعالى لأن الله هداها إلى ذلك. تسعى الطيور فارغة البطون ثم تجد رزقها بتيسير الله تعالى، ثم تعود بطانا بعد أن كانت بطونها فارغة، أضحت بطونها ملآنة بعد ذلك بالطعام. ده معنى إنه هداها ربها سبحانه وتعالى، هدى الطير وهدى جميع المخلوقات وكل الخلق اللي ربنا سبحانه وتعالى سخره سبحانه وتعالى وهداه إلى وظيفته ويسرها له في حياته. لما أن قال موسى عليه السلام لفرعون كما جاء في سورة طه: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أراد فرعون إنه يحرج ويربك موسى عليه السلام. يعني هو ظن كده، ظن إنه هيقول له حاجة كده فيربكه، وبرضه هو فرعون أراد إنه هو يراوغ موسى ويخرج عن القضية الأساسية. ما هو سيدنا موسى بيقول له الرب الكريم هو الذي خلق كل شيء وهدى كل شيء في هذه الحياة، قضية كبيرة سيدنا موسى طرحها لما أن سأله فرعون هو وهارون من ربكما، فقال له متوهما، فرعون قال لموسى متوهم إحراج موسى وإرباكه، قال: فما بال القرون الأولى؟ طبعا ده سؤال عن الغيب، القرون السابقة، هو بيسأله عن حال الذين هلكوا من القرون والأمم المتقدمة السابقة زي قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وغيرهم ممن عصوا الله سبحانه وتعالى ولم يتخذوا الله سبحانه وتعالى ربه وعبدوا غيره جل جلال الله. ففرعون بيقصد من وراء سؤاله لماذا لم يبعثوا الأمم دي اللي كانت قبلنا، ليه لم يبعثوا ولم يحاسبوا إن كان ما جئت به حقا يا موسى، ولما لم يعبدوا ربك يا موسى بل عبدوا غيره. أراد فرعون من ذلك السؤال إنه يبين للحاضرين إنه أقدر من موسى في المحاورة والجدال وطرح القضايا، وبرضه كان عايز يعجز في ظنه إنه يعجز سيدنا موسى عن الجواب. فما بال القرون الأولى؟ فأجابه موسى وأخبره بأن العلم بأحوال الأمم السابقة دي الغابرة دي مثل قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وغير هذه الأمم ليس من مسؤولية النبي، وإنما علمها أو إن علمها عند علام الغيوب سبحانه وتعالى يجازيهم عن كفرهم وضلالهم. يعني عايز يقول له انت مش في الدنيا في مرتع وملعب تعمل اللي انت عايزه بلا مؤاخذة، ستؤاخذ وتحاسب على ما صنعت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالأمم اللي مضت دي كلها هتؤاخذ على كفرها وضلالها، وإن
علم أحوالهم وعلم أعمالهم، أو العلم بأحوالهم وحقيقة أحوالهم وحقيقة أعمالهم، حققت إنه هو عند الله تعالى مستور إما في اللوح المحفوظ أو مما تخط الملائكة. يعني قال له سيدنا موسى مؤكد على قضية مهمة كما حكى القرآن الكريم على لسانه، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. بينه وبين فرعون لم تأته التوراة بعد، وقوله يعني هو لما قال له كده علمها عند ربي، لأنه أحال علم هذه القضايا الغيبية عند الله، لكنه عنده يعلم أن كل الأمم حسابها عند الله، إن أحسن الإنسان أو إن أساء الإنسان، وهذه الأمم التي ضلت وأضلت حسابها عند الله سبحانه وتعالى، وكل مدون. عشان كده بيقول علمها عند ربي إيه؟ في كتاب. يعني هو يريد الإشارة إلى أنها محفوظ، إنه محفوظ كل شيء من كل الخلق في اللوح المحفوظ أو فيما كتبته الملائكة من أحوال البشر. وبعد كده سيدنا موسى عليه السلام طوف بهم، بفرعون وبالحاشية بتاعت فرعون، طوف بيهم في صفحة الكون البديع، وصور ليهم معجزة الله الدائمة اللي هي معجزة دائمة أمام العيون، آيات الله الكونية، عشان سيدنا موسى أراد أن يأخذ الأنظار إليها أخذ اعتبار وأخذ تدبر وأخذ تفكر. فقال لفرعون وملئه كما بين لنا القرآن الكريم على لسانه الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى لأصحاب العقول. يعني بيقول لهم الأرض اللي أنتم مستقرين عليها كما يستقر الرضيع في مهده، إنما هي من صنع الله تعالى وإبداعه اللي أبدع كل شيء خلقه. الأرض ممهدة كالمهد للرضيع، أنت بتخلي الرضيع يعمل حاجة ولا بتحط له المكان اللي بينام فيه والسرير بتاعه، ونقعد نجهز له الحاجة من قبل ما يجي، وتبقى ناعمة وتبقاش مزعجة. هكذا الأرض مهدت للإنسان كالمهد الذي نعده للرضيع المولود. وإن الأرض طرقها التي يسلكها الناس لقضاء مصالحهم ميسرة للجميع، والسحاب اللي بيمر قدام عينينا ده اللي بيفيض علينا في أوقات من العام مطرا عذبا، وتلكم النباتات المختلفة الألوان والأشكال، النباتات والزروع المختلفة في أشكالها وألوانها وطعمها وخيرتها ومنافعها، كلها من صنع الله تعالى الخالق البديع الذي خلقها لعباده. فكأن كلام سيدنا موسى بيقول لهم أفلا تنظرون إلى بديع خلق الله تعالى، فتلك آيات الله تعالى المبثوثة في كونه ناطقات بأنه لا إله إلا الله، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، اللي عندهم عقول، لأصحاب العقول آيات واضحات بينات. يبقى الإنسان اللي غافل ولا الآيات اللي محجوبة؟ الإنسان اللي غافل. الآيات واضحات بينات لمن أراد أن يستقرئها وينظر فيها بعين التدبر والتفكر. من الذي خلق كل ذلك؟ من الذي أبدع هذا الخلق؟ إنه الله البديع خالق كل شيء. كانت كلمات سيدنا موسى عليه السلام الصادقة ترج الجميع رجا،
وهي في ذات الوقت بتظهر عجز فرعون أمام ملأه، وتهوي كلمات موسى على رأس فرعون المنغلق كالمطارق من حديد، وجميع الملأ حول فرعون يستمعون إلى موسى الذي أثبت لهم إن الطريق الصحيح الوحيد أمامهم هو التصديق والإيمان بالله تعالى وحده ربا وخالقا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناتنا قناة أون، ومشاهدي القناة الأولى المصرية، ومشاهدي الفضائية المصرية، وأهلا بسائر مشاهدينا وجميع مشاهدينا في كل البقاع. أهلا وسهلا بحضراتكم. ننبه سريعا كعادتنا إلى صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم الصفحة. بنذكر حضراتكم بأن احنا ما بنجاوبش من خلال الصفحات، إنما بنجاوب من خلال الشاشة. احنا بنلتقي بحضراتكم من السبت إلى الأربعاء، من السبت للثلاث بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لصور القرآن الكريم، وبنتشرف إن احنا بناخد أسئلة حضراتكم على الهواء مباشرة قدر الطاقة، بنحاول نجيب عنها في ذات الحلقة، و بنلتقي بقى يوم الأربعاء، ده اللي هو اليوم المخصص للرد على أسئلة حضراتكم اللي بتفد على الصفحة. وكمان بنعرض فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة، وناخد من معنا. وإحنا على فكرة عندنا سؤالين من امبارح، سؤال آية وسؤال الست أم أحمد، دول متبقيين يعني، بس هناخد الجديد وبعد كده نبدأ في الرد. أستاذ عبد الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا. بالنسبة لأخويا متوفي، فهل والدي متوفي، هل دلوقتي لو انا عاوز اختم المصحف لهم الاثنين ينفع، ولا لازم بين لوحده وده لوحده؟ حاضر ماشي. والسؤال الثاني، هل قراءه الفاتحه هل بتوصل للمتوفي؟ حاضر. يعني القران وكده، والواحد لو قاعد يقرا له القران وكده والفاتحه، كل ما يفتكروا مثلا بالفاتحه وكده. احنا هنعتبر الاثنين سؤال واحد بس في شقين، شق خاص ب لازم هعتبره سؤال واحد بشقين. الشق الاول، هل لازم اقرا لكل واحد على انفراد واهب له لوحده، ولا ممكن اجمع الاثنين مع بعض اثناء وهب الثواب، ووصول القران عموما بما فيه فاتحه الكتاب الى المتوفى؟ حاضر. في حاجه ثانيه يا استاذ عبد الرحيم؟ لا، متشكرين. شكر الله لك. شكر الله لكم. أستاذ محمد، سلام عليكم يا فندم. سلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا دكتورة. تفضل يا فندم. والله يا فندم يا دكتورة لو سمحتي كنت عايز بس تشرح للآية الكريمة. أيوة. اللي رب العزة بيقول فيها وقضينا في الكتاب إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلمن علوا كبيرا. عايز تفسير الآية دي بالذات الظرف اللي احنا فيه الأيام دي. حاضر يا أستاذ محمد. الله يبارك لك يا دكتورة. حاضر. آمين أجمعين.
ست أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ست أم محمد. أنا بحب حضرتك جدا وبتابعك. يا ستي أحبكم الله، أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه وجمعنا وإياكم على منابر من نور، أحبة في نور الله. اللهم آمين يا رب أجمعين. تفضلي. أنا دلوقتي واحدة متجوزة بقالي 10 سنين. من فترة كده لقيت جوزي بيجيله تليفون، رسالة على التليفون. أيوه. واحدة كاتبة له وحشني مش عارف إيه، فالمهم خدت موقف وكده ومين ومش مين. سمعت واحدة من بره البلد وسبت البيت ورحت عند أبويا. ليه بس؟ وشوية ورجعت تاني وبرضه فضلت زعلانة. قال لي والله ده واحدة بتبعت وأنا مش برد عليها ومش عارف إيه. وكل ما أقفل التليفون يعني صفحة بيظهر لي في صفحة تانية. وأنا قفلت الحوار يعني ورجعت وعادي. جيت بقى من قيمة أسبوع كده لقيت في حد بيرن عليه مكتب شحن وكده، ولقيت هدية جاية ورسالة برضه، فاكتشفت إن هو لسه بيتواصل. إيه ما يمكن هي اللي بتبعت له؟ الله، ايه انت منين عرفتي ان هو بيتواصل؟ يمكن هي لسه بتبعت له، يمكن هي بتحاول برضو بتحاول برضو. طيب انتوا انتهيتوا لايه؟ عشان انا هقول لحضرتك تعملي ايه. انت انتهيتي لايه معاه؟ اوعي تكوني سبت البيت بس. لا انا المره دي، ما انا قلت لا ما تسيبيش البيت ومفيش حاجه حصلت. لا لا ولا كان في حاجه بتحصل. هو بيقول ولا كان في حتى لو انت شاكه ولا كان في حاجه بتحصل. هنقول لحضرتك هو قال لي اصلا هي من بره مصر. اي مكان بقى بره مصر ولا جوه مصر ولا في اي حته كانت، المهم انا اعدي هو كويس مفيش حاجه. لا ان شاء الله، ان شاء الله هو كويس، وان شاء الله الموضوع دي تعدي كده كان لم تكن، كان لم تكن. ربنا بيديكي خبرات في الحياه، تجارب الانسان بيعيشها بيصبر عليها، ياخد على صبره ده اجر وثواب، وان شاء الله ربنا يصلح الاحوال. بس ما تسيبيش البيت معانا. طيب هنطلع الفاصل، معلش ما خدناش اسئله كتير النهارده عشان عندي سؤالين لسه من امبارح عايزين نجاوب عليهم. نطلع الفاصل وبعد الفاصل ان شاء الله نبدا في ارد على اسئله حضراتكم باذن الله تعالى. اهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام، نبدا في الرد على اسئله الاستاذ عبد الرحيم. بالنسبه لأخيه المتوفى ووالده المتوفى، هو عاوز يعمل لهم ختمة، فيعمل الاثنين سوا ولا يعمل لكل واحد لوحده؟ وهل قراءة الفاتحة تصل للمتوفى؟ كل ذلك يصل، قراءة القرآن الكريم يصل بإذن الله ثوابها للمتوفى، سواء بالإفراد إنك كل واحد هتقرا له لوحده على حدة، أو بالتشريك إنك تقول يعني اللهم هب مثل ثواب ما قرأت إلى أبي وأخي، إنك تشركهم الاثنين، والثواب يصل للأموات يا سيدي الفاضل. على ثواب قراءة القرآن يصل على قول السادة الحنفية والحنابلة وبالدعاء على مذهب الشافعية. يعني الشافعية يقول لك بعد ما تقرأ كده تقول صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين، اللهم هب مثل ثواب ما قرأت إلى أبي وإلى أخي وإلى أرواح أمواتنا من المسلمين، فما فيش مشكلة إن أفردت أو إن جمعت بين الاثنين. بالنسبة للأستاذ محمد، فعايز تفسير قول الله تعالى وقضينا، اللي في سورة الإسراء، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا، وعليكم هنا الخطاب لمين؟ لبني إسرائيل، عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ده سياق الآيات اللي حضرتك بتسأل عنه، هو احنا في وعد الأولى ولا في وعد الثانية؟ الحقيقة إن إفساد بني إسرائيل سيقع مرتين، وكتب التفسير تقريبا كلها بتقول إن المرة الأولى دي حدثت، على تفصيل بقى وتوصيف إيه المرة الأولى دي شكلها إيه، ونفرد لها في حلقة الرد على الأسئلة في أي وقت عشان يبقى فيها بحث مستوفى لكل الآراء.
والمرة الثانية هي وعد الله تعالى والتي ستقع بإذن الله تعالى كما يريد ربنا، ونسأله سبحانه وتعالى النصر والتأييد. فكل حاجة موجودة مثبتة في القرآن الكريم، والعجيبة إن القرآن كمان يخاطب كما يخاطب المؤمنين ويخاطب العالمين بيخاطب بني إسرائيل، فالكلام موجه ليهم وهم فاهمين كويس قوي هذه الرسائل الربانية. الست أم محمد اللي زوجها اكتشفت إنه واحدة بتبعت له وهي هو بيتكلم معاها، أو هي شك إنه بيتكلم، سابت له البيت مرة وبعد كده رجعت تاني، هو قال لها أنا ماليش علاقة، هي بتطرده يعني. أي مكان بقى هي بتطرده أو هو في تواصل بينه وبينها، دايما ننصح المؤمنات بأنه بالتغافل، مش الذكي اللي عامل نفسه فاهم كل حاجة وانا عارفة انها بتكلمك وانا عارفة، يقول لك ليس الذكي بسيد في قومه ولكن سيد قومه المتغابي، مش اللي عامل نفسه فاهم كل حاجة، لا، اللي شايف وفاهم كل حاجة وعامل نفسه مش شايف حاجة. فانا هعمل ايه؟ هتعامل بقى بالحكمة، ابتدي اراجع تصرفاتي، ربما الزوج ده محتاج نوع من العطاء انا مش واخدة بالي منه، تقول لا ده انا مش مقصرة في حاجة. ما هو انا دايما اقول، أنا بقول من وجهة نظري إن أنا مش مقصرة في حاجة، فبديله اللي أنا قادرة أديه، مش بديله اللي هو محتاجه. هل أنا سألت نفسي اللي أنا بديهوله ده يعني هو بيكفيه ولا لأ؟ فلابد إن الواحدة تكون صادقة مع نفسها. مش معنى كده إنه لو الزوجة قصرت الزوج يروح يعمل العمايل السفهاء دي، لأ، بس أنا بقول الإنسان ضعيف وخلق الإنسان ضعيف، فما حطوش فيه مؤثرات وضغوط وبعدين ابتدي اقول اصل انا ما قصرتش. صلي كل يوم ركعتين لله، وبعد ما تصلي ركعتين قضاء حاجه بهديته، وانه يجعلي قره عين له ويجعله قره عين لك، واكثر من الاستغفار والصلاه والسلام على رسول الله، والدعاء للزوج بالهدايه وانه يصرفه عن الحرام. ادعي له واوعي تدعي عليه، واحسني اليه وجودي أكتر بحيث ترجعي الزوج، وده كتير بيحصل في البيوت، والزوجة الحكيمة هي اللي بترجع زوجها مرة تانية. وسلي الله المعونة، سلي الله المعونة، سلي الله المعونة. بالنسبة لي آية كانت سألت امبارح سؤال خاص بقول الله تعالى في سورة المائدة، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. آية بتسأل، بتقول ليه ربنا سبحانه وتعالى سأل السؤال ده لسيدنا عيسى عليه السلام؟ هذا السؤال من الله لسيدنا عيسى ليس سؤالا على الحقيقة، يعني مش في حاجة غايبة عن الله فبيسأل، حاشاه جل في علاه، إنما هو مما يقوله الله تعالى يوم يجمع الله الرسل في يوم القيامة، وليس مما قاله في الدنيا. فالله تعالى كده سبحانه وتعالى بينقلنا أو بينقل لينا مشهد من مشاهد الغيب مما سيحدث يوم القيامة، لأن ده غيب عننا، إحنا ما نعرفش شكل اليوم هيبقى عامل ازاي الا مما ذكره القران، ايه الاحداث الا ما ذكره مما ذكره القران، ايه الحوارات اللي هتكون الخطابات والوان الحوار الا مما ذكره القران، فهذا مما ذكره القران، وده علم منكشف لله تعالى، فينقل لنا سبحان ربنا سبحانه وتعالى، ما عندوش ماضي وحاضر ومستقبل، ده خلق كله منكشف لله جل جلاله الله. فربنا بينقل لنا هذا المشهد من عالم الغيب، من احداث يوم القيامه، لعالم الشهاده بتاعنا ده، من خلال النص القرآن الكريم، ليقرر ويعلن حقيقة أن عيسى عليه السلام لم يقل ذلك. والله تعالى يعلم أن سيدنا عيسى عليه السلام لم يقل، ولكن سبحانه وتعالى أراد إعلان هذه الحقيقة للعالمين في القرآن الكريم، وهي خاصة، حقيقة خاصة كذلك بالذات الإلهية، في أنه سبحانه جل في علاه ليس كالبشر، إنما هو الله الخالق العظيم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكذلك أراد أنه أو أنه من ضمن المعاني المقصودة بهذا السؤال الذي هو
إقرار بيقر بيسأل يستنطق سيدنا عيسى بالحقيقة والله أعلم بها، من باب برضو إنه لم يكن عيسى هو قائل ذلك الكلام، وبالتالي فلا عذر لمن قاله عند الله يوم القيامة، ونسأل الله السلام. بالنسبة لأختنا الست أم محمد بتسأل، طيب هيبقى لنا سؤال الست أم محمد غدا إن شاء الله نجيب عنه، عن معنى جزى الله سيدنا محمد عنا بما هو أهله إن شاء الله بإذن الله إن أحيانا رب العالمين، غدا نجيب عن هذا السؤال. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا فتحا مبينا، نسألك يا مولانا عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير، نسألك، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا الله يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اجعل يا مولانا لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا. اللهم اجعل يا مولانا لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا، اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.